إذا نبيلة يا شيش حالة ديما تكلمنا على واحد خضر يا خضرة ياك خضرة خضرة مهمة ولكن تتحضر عندنا في الطبلة المغربية مرة في الأسبوع على الأكثر. نعم. إلا صوبنا كسكسو. إلا صوبنا كسكسو. واش تظن بأن كافية هذه المرة الوحيدة في الأسبوع باش نتناولوا فيها القرعة الحمراء؟ لا ما كافياش لأن تنديروها مرة في الأسبوع وتنديروا كمية قليلة ربما تنشريو رابعة ولا يمكن الخضرة نص كيلو القصعة كبيرة ربما أقل خضرة تنشريوها في الكسكسو هي القرعة الحمراء وللاسف هذا مشكل لان القيمه الغذائيه ديالها هي قيمه كبيره بزاف الان في اوروبا وفي الغرب كلشي تيتحدث عليها لان نظرا للمكونات الغذائيه اللي كاينه فيها لان يعني مثلا نهضروا على الخضر الخضر غالبا احيانا تجيب لنا املاح معدنيه بحال البوتاسيوم بعض الفيتامينات بحال الفيتامين سي ولكن تنجيو نشوفوا القرعه يعني فيها مجموعه ديال المكونات غذائيه اللي تجمع ما بين بعض المكونات ديال الفواكه وبعض المكونات ديال الخضر ففيها اولا البيتا كاروتين بما ان اللون ديالها هو لون برتقالي يميل الى الاحمرار هذه النقطه الاولى النقطه الثانيه وان فيها بعض المكونات الغذائيه اللي كاينين في القرعه الحمراء وتيخصهم يتكاملوا مع الزريعه ديال القرعه الحمراء لان للاسف ملي تمشيو نشريو القرعه ربما هذاك اللي تيعبر تنقولوا له حيد الزريعه باش ما توزنش وهنا كاين خطا لان لو اننا نعرفوا الفائده اللي كاينه في الزريعه ربما نشريو الزريعه قبل ما نشريو القرعه لان الزريعه ديال القرعه ما خصهاش تلاح خاصها تخد خاصها تكال بطبيعه الحال بلا ما نضيفوا لها الملحه كنا هضرنا على الفيتوستيرول الى عقلتي في الحلقات اللي فاتت وقلنا بان الفيتوستيرول تيلعب دور مهم في قدر الهرمونات عند المراه وكذلك في تخفيض نسبه الكوليسترول في الدم وهذه الزريعه ديال القرعه او القرعه الحمراء هي غذاء مفيد بزاف للرجال لان من بين الاغذيه اللي تتقي من سرطان البروستات عند الرجل بشكل كبير بزاف علاش لان فيها بعض المكونات الغذائيه اللي تتمشي وتتاثر بشكل ايجابي على الجانب الهرموني عند الرجل طبعا حنا تنتكلموا دائما على الوقايه تنهضروا على الوقايه تنهضروا على الوقايه ماشي دابا غادي لا لا تنهضروا على الوقايه تنهضروا على الوقايه فالتناول مثلا ديال القرعه الحمراء على الاقل واحد جوج ولا ثلاثه المرات في الاسبوع هذه النقطه الاولى والتناول ديال الزريعه ديال القرعه الحمراء ما تنهضرش ان حيت كاين اللي تيبقى قال الشهر ما كلا حاجه ونهار تيمشي ياخذها تياخذ نص كيلو فيها ماشي هكا تيخدم في الجسم ديالنا الجسم ديالنا تيخدم انني خصني هذيك الحاجه نجيبها بشكل يومي او على الاقل جوج ثلاثه المرات في الاسبوع فالرجال انا تنصح بالتناول ديال الزريعه ديال القرعه الحمراء على الاقل ثلاثه اربعه المرات في الاسبوع 10 الحبات 5 الحبات 6 الحبات ماشي ضروري بلا ملحه بلا ملحه بطبيعه الحال تنضرب بلا ملحه علاش خضرين ولا كيف ما كانوا ما عندناش مشكل الا كانوا خضرين يكون احسن الى تقلات ماشي مشكل ولكن دابا ولات تتبع القرعه زريعه القرعه منقيه مصوبه نعم ماشي مشكل يعني افضل خصنا نعرفوا المصدر منين جاي هذا تيبقى دائما تيبقى السؤال ديال المصدر الوغ اشنو اللي كاين في هذه القرعه الحمراء ولا في هذه الزريعه القرعه الحمراء اللي تعطيني هذه الفوائد هذو اولا كاين الماده ديال الزنك اللي هي مهمه بالنسبه لتقويه المناعه ديالنا هذه النقطه الاولى وعندها علاقه مباشره بالهرمونات كاين كذلك ماده النحاس والنحاس الى عقلتي دائما تمنش نهضروا على فقر الدم تنقولوا بان الحديد يحتاج الى ماده النحاس داخل الجسم ديالنا كاين كذلك المنغنيز اللي هو عنده واحد الدور مهم كذلك بالنسبه للانزيمات والهرمونات داخل الجسم ديالنا حيت القرعه الحمراء ما تناخذوهاش باش نجيبوا طاقه ما غنتسناش من القرعه الحمراء انها تعطيني سعرات حراريه ولكن غتعطيني مكونات غذائيه اللي عدم وجودهم داخل الجسم ديالي غيقدر ياثر على الطاقه وغيقدر ياثر على مجموعه ديال الاعضاء اخرى اللي غتعطيني مجموعه المشاكل من بعد فباش نلقاو غذاء اللي غيعطيني المنغنيز واللي غيعطيني الزنك واللي غيعطيني النحاس قليل هي الاغذيه اللي تجمع بيناتهم بالاضافه هذا ما بغيتش نهضر على الفيتامينات اللي تلقاهم في الاغذيه الاخرى هذا البيتا كاروتين اللي كاين الان اللي تنهضروا على القرعه الحمراء ما نشوفوهاش فقط غير هكا لان ملي تجمعوا هادو بربعه شنو تعطيني مشكل تساقط الشعر عند المراه القرعه الحمراء تقي من تساقط الشعر عند المراه ولا كذلك عند الرجل تقي بالنسبه للمشاكل ديال الجلد والشيخوخه المبكره اللي كاينه الان اللي اصبحت تظهر بشكل كبير سواء عند الرجل ولا عند المراه علاش ما تهضرش هنا فقط على مشكل ديال التجاعيد لان كاين الناس اللي تربطوا الشيخوخه المبكره فقط مشكل تجاعيد الشيخوخه المبكره هي تتكون خصوصا داخليا عاد نشوفوا خارجيا لان ملي تنهضروا على الشيخوخه المبكره راه لو فيت انك تتولي ما قادرش تطلع ثلاثه ديال ليزيتاج لو فيت انك ما تتولي ما قادرش انك تنوض تجيب الكاس ديال الماء راسك هنا تنهضروا تنقول لي فيت انك تولي تنعس 10 السوايع وما كافياكش هذه شيخوخه مبكره فهاد هاد 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 المكونات الغذائيه اللي كاينه في القرعه الحمراء بطبيعه الحال بلا ما نهضروا على مضادات الاكسده
اللي تلقاوها في القرعه الحمراء بشكل كبير واللي هي داخله. وانا هذه جمله غنبقى نكررها ما دمت في الصباحيه دائما باش نثبت للناس بان ما كاينش هناك غذاء اللي هو ماجيك. القرعه الحمراء كيف ما هضرنا على الاغذيه الاخرى تدخل في الخانه ديال الاغذيه التي تقي من السرطان. تناول ديال القرعه الحمراء ثلاثه المرات اربعه المرات في الاسبوع يقي من السرطان. هنا تنهضر على الوقايه ما تنهضرش عليها. واخا القرعه الحمراء تناكلوها اكثريه في الكسكسو يعني تكون مالحه، بعد خطره تنعسلوها. نعم. وهنا تنضيفوا اما العسل اما السكر. واش مزيانه ما مزياناش؟ هي مزيانه ولا ما مزيانه؟ هي ما كاينش يعني ماشي شي حاجه اللي غادي تمنع اننا نستافدوا من القرعه الحمراء. مزيان. هذه النقطه الاولى، غير هو غادي نجيبوا نقاط سلبيه لبعض الاحيان. هذيك المنافع ديال القرعه ما غاديش تبقى تبان قدام هذيك النقاط السلبيه. غادي تغطي عليها النقاط. غادي تغطي عليها، ولكن ما تيعنيش ان الا عسلتها مثلا راه غادي يمنع الامتصاص ولا ان ما غاديش نستافد. لا، غير ناكلوها بعدا. خصها تخاد، ولكن ما الافضل؟ ما الافضل؟ بدون اضافه سكر. الا كان عندنا عسل ممكن نضيفوه، ممكن نديروها في الحساء ديال الخضر، ممكن نتناولوها في حيت الكسكسو حتى شي تلسيلاك ديال الكسكسو راه ما خصوش يتم غير مره في الاسبوع. راه المغاربه ما كانوش ياكلوا الكسكسو مره في الاسبوع. الكسكسو راه كان تيدار جوج ثلاثه المرات، راه تيدار بالخضره اللي كاينه، ماشي ضروري يكون فيه اللحم ولا يكون فيه الدجاج. ماشي ضروري يصبع خضاري. الكسكسو اشنو هو؟ الكسكسو عباره عن خضر مع سو مع 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 دقيق. ما عنديش الخبز في الدار، ممكن ندير كسكسو ندير معاه خضيره وغادي نوضو جماعة طويل. الخضره ماشي ضروري نديرها غير في الكسكسو، راه ممكن دار كذلك حتى في الطاجين. المشكل ان الاطفال الان والزن تيلعب دور مهم في هذه المساله هذه، ان الاطفال ما تياكلوش القرعه الحمراء. وهنا تنشوفوا بان هذه المكونات الغذائيه ملي ما تتكونش تيعجبهم هذاك الفلوتي، الفلوتي ديال الدار. ماشي مشكل ممكن نخلطوها مع ياغورت ولا ممكن نخلطوها في عصير ولا شي حاجه، غير المهم انها تدخل الجسم ديالنا وما تبقاش مره واحده في الاسبوع. شنو هو الموسم ديال القرعه الحمراء؟ هو الخريف، فصل الخريف والشتاء. دابا هذا هو هذا الان هالوين. صحيح هذا الفصل هذا هو فصل ديال القرعه الحمراء، دونك نتناولوا القرعه الحمراء. نتمنى ما تزادش في الثمن ان شاء الله. على اي حنا غادي نقترحوا على المشاهدين وصفه سهله ولذيذه بزاف من اقتراح شيف